هلا شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله جميع بخير. اعطونا لايك، تعليق، علقت الرايه وراح نفتح العبريات. شلون حفظون الدرس قبل لا راح اجيب الدم الا بعد بيطلع. هذا واحد مطر، هذا دائما ما يطير، هذا ما ارقف حلو. هذا من الزواج المكلبات هنا، شنو ما عاد المي، شنو ما عاد المي والله عدين. جو اليوم واقف ما ادري شلونه، ما اعرف شنو الموضوع. هاي الحباري مثلا البارحة ما فتحناها نهائيا، اليوم طارت، اليوم دا تطير، يوم بدأت تنفتح. لحد هسه الطيور ما واصلة مرحلة مضبوطة، ما خافة 100%، يوم تطير يوم قاعدة. دا احس الحدا هسه ما يعني مو مثل العام، العام كنت قاعد لها اكثر. انا هالسنه لا والله، هالسنه هيجي يعني الامور. شوفوا شباب، يراد واحد شويه يهفي لها هاي، بس شوية هفيت لها هسه هاي الكرتونة، قامت تقزقز. شوفوا مدت راحت شوية شوية، قامت تمشي. يعني مال انت تطيرها ومعلق الراية ما تفيد هاي السالفة. هاي اول ايام لازم شوية تهفي لها، تحارشها حتى شوية تشيل روحها. شوفوا هسه بدت تقزقز الطيور، انتم بدت تشوفوها اصلا يمكن، لا تدش عالية. اتغير الجنح 180 درجة بابا، كما تدي تقزقص الطيور. هاي انا اقول لكم شباب، يومين والله، يومين ثلاثة تفتحها بالفصل ما تبقى فوق البيت، يومين ثلاثة. خلي حارشها زين شباب، هسه راجع لكم بلكي تنهزم. شباب نزلت تيجي حيات. هاي رجعت. هاي الطيور شوفوها فوقها، هاي الطيور ديجي خبطت ويانا شاقفة طلعت. يا تعالي ما لحقت اصور لكم، فبقى واحد من مالاتهم ويانا يمكن طلع. هي شباب شاقفة ويانا، بقى واحد ورد طلع، بس اثنين من مالاتنا صعدن فوق. هذا واحد اجي الاخ ما ادري وينه، ما لحقت اصور لكم. طبعا هاي شباب اربع زواج، البارحه نشرت على البيج مال فيسبوك، رامبوري زوج، تشينا زوج، تيادي زوج، جولدن زوج، بالعافيه على خاطرهم والله عرضتهم بسعر مناسب. هسه ان شاء الله هم راح اصور بعد اربع ازواج، وهم راح شباب شوف البرج مقفل وايد طيور، فراح ابيع لي مثلا اربع ازواج باربعه باربعه باربعه، يعني ف 16 زوج اطلع من يمهن، حتى شويه يقل البرج يفرغ، واللي يبقى نزقه. واحنا هنا ما شاء الله عندنا خير من الله، هاي ثلاث اقفاص كلها مليانة، بس شوية شوية يبدأ يزوج يعني يترتب الموقت.
يعني رادين اسبوع 10 ايام اكثر يلا يبدا يتوجن. خلي حطه نبني حتى نصعد نطير الحمو ونفتح الزواجل. طبعا الصيد هم كله طلعته هنا البارحه الولد اجى اخذهن تقريبا 11 احمر و18 تار وارفلي. اي 11 احمر و18 تار وارفلي، حتى هاي تور الرمايات الحلوات اللي صايدينها طلعتن. رصاصية الرصاصة بعين السود كلها طلعتها. شوف الزواج والله شو اخبار هذا الفرخ التيدي ما ادري وينه موجود. شو ادور عليه البارح دورت ما لقيته بالليل اخر شيء لقيته موجود. شنو السالفه؟ وين ده يختفي؟ حياته موجود. جماعة الزاجل ان شاء الله ما مقصرين وياكم. هاي استمرارية ساعدنا بالزاجل ما نسد البوابة مالتي. بس بدنا نخفف فيها. ما مقتنع بهذا الفرخ انا ما ادري ليش. ما اعرف. ما احس وراء النتيجة. والله اعلم. مرة الطير تتغير ما يقنعك بعدين يفتح. بس القانون الثاني الطير الزين من الصغر يبين فعليها قانون راح نمشي. حتى ما دواك يطير. هاي الحبريات حطن وقعدنا ذاك واحد فوق. ما اعرف اكو اثنين طلعن من طيورنا قبل. وجزوه هذا شوفوا هذا هم عدى الراحة يقول لك والله يدور على اخوه. يلا عفون براحة. هاي الحبريات شفتوا هذا المقطع اللي حطيت كل يوم فوق ذكرت لكم اياه معلق الراية هنا وخال الدوب وماكو مجال للحطة مستحيلة كلها حطت فوق. كان طايرين الزواج الموقع طار التار يمكن حياته هذا. حط فوق والله ما مقتنع بيك بعد 100 سنة ما يصير راسك حط. بس اريد شباب شو اريد اسوي؟ اريد اشيل هاي الاربع ازواج لان الولد اليوم اللي يجي ياخذهن ابو العبيدي حتى نطلع بعد اربع ازواج موصين عالم همين هم مرتين شو بعد خد اربع ازواج ثمانيه للولد خوش طول والله بيهن. يطير ويحط يا طال. طيب جاي ولد البرج قبل شباب خلي نفتح الحايلة شوية نشوف شنو الدرس. صور لكم اياها شوية
هنطيرها. شاملو رفاقة. طب المفروض انت المفروض يعني من نفتح الباب ما يبقى واحد حاطه. هاي اللي نعرفها احنا. شباب هاي التعليقات مال تبيعني تبيعين بطلوها. هاي اكو كم نفر يمكن واحد شفته 50 مرة عاد التعليق. احنا ما نبيع عندنا المفروض. احنا لو نريد نبيع الحين كان من بعنا ذيك الطيور كان بعناها يا واحد. صح لا غلط؟ هذا جاها الاشعال ما ادري شنو. طلع قبل هذا ما خبر ضيع. فهسه ما نبيعها يعني. إضافة إلى أن الطيور هم تطير حلوة وعددها قليل والنس تصعد بسرعة. صعدت. المفروض هسه هاي شباب بعد كم يوم تنهزم بصراحة. طيور قليلة ومفروضة مفروض تبقى تنهزم. خلي شوية شباب هاي فيل رجول. هاي حطة شباب طار الخوش فصل صراحة. هذا الحبري مالتي هذا ايش رايح هناك مثل المطيه. يمكن هذا الحبري مالتي والله. والله ما ادري اكو اثنين هن راح صعدن. هذا فوق البيت واحد هذا الثاني ما ادري بيه. يعني هاي الحبريات شباب اذا واحد يطول خلق وياهن لا نتونس عليهن ان شاء الله. تعال زين انت نطبن. يلا هسه الخضروات شن اذا اول ما يحطن ما تحبسهن بعد يظلن يتلقلقن. شلون ذني الاثنين تحتكم الريات تفتح لهم خاليف بتسدس ان شاء الله. هاي الحبريات يمكن انا مالاتي واحد ما ادري وين رايح. هذا هذا الكمر اللي فتحناه اللي جبته من احمد ياخذ كم داير ويحط وياهن. دون احنا حول الكمر ليات هنا ننزل على الشيك الحبريات. شوفوا شباب هذا مشنقل فوق انا هذا الحبري. ما ادري ذاك اللاق اجى لو ما اجى والله ما عندي معلومه صراحه. هسه نحسبهن ونشيك 100% اذا جاي او ما جاي. بس انا هنا شفت اثنين. شوف هاي حمر شامل وبيار فلي بس كمر لي أربع نياسي فيها بس زيادة نكون 10 طيور 20 طيور. خلينا نحسبهم بالله من طير ذني الفوق ذني كم واحد هاك ينزل هذا عليهم. 2 4 6 7 8 فوق طائرات 8 10 بعد واحد. واحد ممكن بعد واحد والله ما ادري.
بس ميتة يعني، يعني مستحيل يضيع. انا من شاكفن ويا الكوميدي الثانية ما ادري، انا نزلت وصعدت لقيت هاي السالفة صايرة، لقيت غريب ويانا واثنين من مالاتنا عاليات اعلى من الطيور، فما اعرف شنو اللي صار بالوضع. يجوز من الشاكفات ويعني رايحات ويا الكومة وراجعات، بس ليش ما نزل يعني؟ ليش بقى ليش هذا باقي معلق فوق صار لزقت؟ شفتوا شباب هو الطير هذا العراقي من صار بوحدة وقف فوق البيت ومطيارة حلو، لأن هي هاي الطيور يعني إذا مثلاً طيرها خمسة خمسة ستة ستة ترى شباب ما تقوم تنهزم وتفر ومدري شنو، تقوم تصعد فوق البيت تعلى شلون التيادي هيجي إذا تسويها مطيار قليل. يعني هم يطلع منهم طير طيارة، يعني مو كلهم بس هيك مال مخباط وهالأمور هاي، يطلع خصوصا بهاي الاجواء اللي هسه تعتبر بارده شهر 11 ولا 12 طير عراقي يطير وتتونس عليه، نعطيك اوقات حلوه. من اشتريت هاي الطيور يمكن خابروني 4 5 عندهم طيور يردون يبيعوهن، والله 4 مدري 5 قلت لهم شباب بس انا بعد اشتريت قبل فتره كنا ندور ماكو. بس ما قلت لكم هسه شوية أصفي لي كم زوج بعد شباب، هسه بس شوية أفرغ أعزل هاي الأرض، المكان ما عندي يعني شو شباب البراج كلها مقفلة، أظن الأربع زواج راح أجي أنا من ويا الزواج وأصور غيرهم، تشوف اللي يريد خلي يجي ياخذ بالعافية، نطلع لنا 16 20 زوج منهن والبقية نبقيهن. هم دابيحن مناسبات شباب يعني مو غاليات، يعني كل 4 زواج ب100,000 دابيحن، شرط تجي تاخذهم من باب البيت، اذا كراوي وهالامور ونهضة تزيد 10,000 كل 4 زواج، يعني الزوج ب25,000 شباب. يعني تعرفون شنو يعني الطير هسه مال الصيد التيدي والكراس والهاي اذا تروح تاخذه من السوق ب10 ب15 بتك، ف يعني دابيحن كلش مناسبات الولد وبالعافية يعني ياخذ، لان شباب انا اخذتني مناسبات، يعني انت من الطب تاخذ 150 طير تفرق، فهسه انا حتى اذا ابيعن بفلوسين او بيهن شي بسيط ما اهتم، انا اهم شي عزلت الي برجين هاي فائدتي. شوفوا شباب هاي برجين الطيور اللي عزلت الي بسعر مناسب، فنفس الحالة بالأجي أبيع للعالم سعر مناسب ما مضرور إن شاء الله، اللي بالعافية عليهم ما حد مسوي هاي مال زوجي ب25,000، يعني زوج رامبور زوج تشينا جولد تيدي يعني بعد شي يرضي للعالم ياخذ له 4 زواج مشكل بسعر زوج والله.